هل تعلم بأن المؤمن قد ينتابه في بعض الأحيان ضيق مفاجئ، حيث تتأثر روحه بروح أحد المؤمنين وإن كان في أقصى الأرض، وذلك لأن المؤمنين كما في الحديث الشريف كالجسد الواحد، فإذا تأذى عضو منه تداعى سائر الجسد بالسهر. فمما لا شك فيه إن لتأثر قلب صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف انعكاس على قلوب محبيه، حيث يرى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف المصائب التي تجري على شيعته، فيتألم قلبه الشريف عليهم، فبذلك الألم تتألم قلوب شيعته.